كان عنده حق كابتن حسام حسن لما قال لك انا مش لاقي لعيبه، مش بيقلل من لعيبتنا، لعيبتنا كلهم توب فورم واحلى حاجه واجمل لعيبه في العالم، ولكن خليني اقولها ببساطه الكشاف اختفى. صح. ليه؟ بص الكشاف اختفى، بص دي العوامل كتيره جدا. لو انت عايز تجيب الموضوع من اساسه اصلا، تبص على البراعم، من اول البراعم، من اول الناس الصغيره كابتن خالد، البراعم والناشئين. الموضوع دلوقتي دخل، احنا كنا زمان واحنا كنا بنلعب المادة كانت قليلة، فبالنسبة لك اللي كان بيفرز اللعيب الكويس هي الموهبة، الموهبة بس هي اللي كانت بتتحكم يا كابتن خالد في اسكان اللعيب ده كويس ويلعب نادي كبير او نادي قمة ويفضل يتسلسل في المراحل العمرية ويلعب المنتخبات بتاعة الناشئين وبعد كده يتصعد اوتوماتيك في الفريق الاول. فكنت انت بتلاقي زمان الناس اللي كانت بتطلع من الناشئين يا كابتن خالد، سواء الفرق الكبيرة كان زمالك او الاهلي، انت كنت بتبص لهم ايه؟ بتلاقيهم ولاد النادي اللي كانوا هم متربيين في النادي، وعندهم اللي عندهم الانتماء وعندهم بالزبط. روح الفانيلا والكلام ده، ومتربيين وعايشين ونايمين واكلين في النادي. فانت بتتكلم كان ايه؟ كان في عين، العين دي كانت يا كابتن كانت مجرده لاي حاجه خالص، اللي هو كان شغال بما يرضي الله. انا بتكلم كان انا بس الهدف بتاعي اللي هو اطلع لعيب كويس. العمليه دلوقتي لما دخلت في موضوع سمسره واستثمار والعمليه بتاعت السمسره دي بقى احط تحتيها بقى ايه؟ طبعا بنود كتيره جدا بانواعها، انواع يعني السمسره بانواعها وانتمائها بالظبط يعني. فبص فمن الاخر ففي فساد يعني مجال الكوره في الاستثمار فساد ما بعده فساد، والناس اللي في الرياضه عارفين كده. ما هو ده بيأذي المنتخب. بس المشكله هو ده بيأذي مين يا كابتن؟ بس طبعا بيأذي، طبعا بيأذي المنتخب الوطني. انا سيبك من زمالك واهلي واسماعيلي وانا في الاول والاخر الهيصه دي، ودايما بقولها هنا في القناه، الهيصه اللي احنا فيها دي وجداول ولوائح وكل ده، انا عايز منتخب يروح كاس عالم ياخد كاس عالم. فانت فانا بقول لك الحل من جذور، طبعا من حاجات من الاساس. فانت دور بقى لما انت دلوقتي اللعيب دلوقتي الاكاديميات زادت بطريقه غير طبيعيه، ضحك على اولياء الامور بطريقه هستيريه، كله دلوقتي الناس عندها هوس ان هو دلوقتي انا ابني يطلع لعيب كوره، طب ما انا ابني امكانياته مش لعيب كوره. فبالتالي بتلاقي الموضوع دخل في استثمار، فدخل في نواحي ثانيه خالص. فلما الكابتن حسام قال الكلام ده، هو الراجل برضو ممكن يكون خانوا التعبير، بس هو قصده اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، هو قصده الحال اللي احنا بنتكلم فيها دي. وفي نفس الوقت وكابتن خالد عارف في فرق كبير جدا شاسع ما بين لعيب بيلعب دوري محلي وفي لعيب منتخبات. لعيب المنتخبات ده عشان يطلع يبقى عندك لعيب دولي وتسمى لعيب منتخبات، ده عنده سمات شخصيه ومقومات تانية خالص اللي احنا بنتكلم فيها. الراجل ده لازم يكون متاسس صح من صغره، شخصيته بنتكلم على محمد صلاح بالبلدي بالظبط، راجل طول حياته المنتاليتي، راجل طول حياته بيمثل المنتخبات العمريه من الناشئين، عشان كده لما يجي يطلع يبقى عندك لعيب دولي يمثلك. فانت الكلام ده كله قل الخامات عندنا كمان المواهب كابتن خالد، المواهب قلت بشكل كبير، اتجهت لحته تانيه خالص. فهي دي المشكله اللي بتواجه الكره المصريه عندنا دلوقتي.